شكرا جزيلا لارا. نحن الحقيقة مثل ما تفضلتي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية راضين عن النتائج اللي حصلت، وللمرة الأولى نقوم بنمو غير عضوي، وذلك بالاستحواذ على صناديق الاستثمار التحوطي التابعة لشركة سارس ادفايزرز، مما أضاف 810 مليون دولار تمثلت في أصول خاصة بالشركة وأخرى مدارة على أساس استشاري. هذه الخطوة الحقيقة تأتي في سياق مثل ما تفضلت استراتيجية النمو الجديدة التي نتبعها والقائمة على التوسع عضويا وغير عضوي في مجال عملنا وخبراتنا. النقطة الثالثة على سؤالك، ثقة المستثمرين عامة بنموذج عملنا واصلت الاستثمار بزخم في مختلف منتجاتنا، وبلغ حجم ما استثمروه معنا في النصف الأول من هذه السنة 482 مليون دولار. تعلمون أن استثمرنا أخيرا في شركة سيكيور لينك، قمنا باستحواذها المتخصصة في الحماية المعلوماتية، وهو أكثر القطاعات حيوية في العالم اليوم. كما ذكرتي شركة بن داود، وهو قطاع يشهد نمو كبير في المملكة والخليج. الأصول اللي ذكرتها، الأصول under assets under management، كم سجلت نمو في الفصل الأخير؟ نحن أضفنا تقريبا ما يقارب من 100 مليون دولار منها، هذه بالنسبة لصناديق التحوط، ولكن هناك في القريب الحقيقة أصول ثانية سوف تأتي من المتوقع قريبا. يعني أنتم يعني من المنتظر أن تقومون بشراء صناديق إضافية؟ نحن لارا من استراتيجية النمو في عندنا هي أن نستحوذ الحقيقة على ما نستطيع، سواء من خارج المؤسسة بالإضافة إلى النمو في داخل المؤسسة. وهذا الشيء مش بس فقط لصناديق التحوط، ولكن أيضا لشراء الشركات، الإضافة لشركاتنا الحالية، العقار وغيرها. دعني أسألك عن الاستحواذ الأخير في السعودية في قطاع التجزئة، أين هي الفرص برأيكم في المرحلة المقبلة؟ على أي قطاعات ربما تنظرون؟ وهل هناك فرص إضافية ربما في السعودية؟ نحن الحقيقة بالنسبة لكل اقتصاديات الخليج ننظر لها بإيجاب. نحن نعتقد أنه الاستثمار في مثل ما تفضلتي في شركة بن داود الهايبر ماركت، هذا قطاع واعد. في قطاع السياحة قطاع واعد، قطاع اللوجيستكس في الخليج قطاع واعد، وهو أعتقد ما يتماشى أيضا مع الاستثمارات الحكومية القادمة في المستقبل الجاي. وهل من تخرجات في المدى القريب؟ تخرجتم من شركة فيريتكست مؤخرا، هل من تخرجات إضافية؟ نعم، فيريتكست كانت من مثل ما تفضلتي من البيع الممتاز، ولكن هذا شيء من صلب عملنا المستمر، وهناك الحقيقة أكثر من فرصة ننظر لها في المستقبل القريب، وسيتم الإعلان عنها في حينه. محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى انفست كورب، شكرا جزيلا لك. شكرا لارا، شكرا.